المكان اللي ما بترتاح فيه لا ترجع له، الحسود مو صاحب، والكذاب اتركه عنده مين يكذب عليه، واللي بيوقف لك على غلطة غلط قدامه وخسره، واللي بيحاول يقلل من قيمتك بلاه، واللي بيضل يغلط ويتأسف لا تعذره، واللي بتحسه انه غلط بحياتك لاقي حجة لتبعد عنه، حتى قلبك اذا ما طابعك دعس عليه. الاعمار بيد الله والرزق على الله والحياة مرة وحدة، يعني بالمختصر خير والبر عاجله.